السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. سنتعرف معا في هذا الفيديو على محتويات علبة الآيفون 12 ميني، النسخة الجديدة الآيفون 12 ميني بيربل، النسخة الجديدة التي تأتينا باللون البنفسجي. لكن قبل أن نبدأ الفيديو أصدقائي، لا تنسى الإعجاب بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا، لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. ومع فتح العلبة أصدقائي، أول ما نجده هو الآيفون 12 ميني. كما ترون شكل الجهاز هنا رهيب أصدقائي، غاية في الروعة. بالنسبة لمحتويات العلبة، هي نفسها نفس محتويات علبة الآيفون 12 التي تم الإعلان عليها هذه السنة. تحتوي فقط على كيبل الشحن، كيبل اللايتنينج، وهذه مجموعة المانولز، الكتب الخاصة بالجهاز وستيكر. هذه فقط محتويات العلبة هنا، يعني الجهاز وكيبل الشحن مثله مثل جميع سلسلة الآيفون 12. يعني أصدقائي لا يوجد أي فرق هنا، لكن أصدقائي فعلا هنا اللون جميل جدا، يضاف إلى الآيفون 12 النسخة العادية والآيفون 12 ميني. يعني الآن أصبحنا نتكلم على 6 ألوان مع الآيفون 12 والآيفون 12 ميني. هذا اللون أصدقائي لا يدعمه الآيفون 12 برو والآيفون 12 برو ماكس. بالنسبة للأسعار أصدقائي، كما قلت في فيديوهات سابقة، لا يوجد أي تغيير في الأسعار هنا، نفس سعر الآيفون 12 العادي والميني، كذلك المواصفات، يعني لا يوجد أي فرق. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختام الفيديو. كانت هذه محتويات علبة الآيفون 12 ميني. أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. أشكركم على المتابعة، وفي النهاية لا تنسوا الإعجاب بالنقر على الزر لايك، سبسكرايب، وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.